شوية هرجع ولاد جوني ديال داك العام كان سالة القراية ايدين هيكتب واحد البوست في ماي سبيس ديالو هيقول بانه غادي لجامايكا غيسافر مع العائلة ديالو كتب لهم راه غادي نسافر مع العائلة جامايكا شكون اللي قرا هاد الشيء راه نيك وريتش وهنا غطيح عليهم واحد الفكرة هما كانوا تيمشيو معاه تيحاولوا يتلاقاو معاه باش يوصلوا للمشاهد ولكن هو كان يتكبر عليهم وكل شيء وهما كانوا غير صابرين داكشي علاش ولاو ما تيحملوش من الداخل ديالهم واخا تينافقوا شنو قالوا؟ قالوا بيناتهم واحد القضية هتخلي هاد القصة توصل لواحد النيفو جديد هيقرروا يدخلوا ليه لدارو وهو مسافر ويسافر خلاوه حتى الطيارة مشى لجامايكا مع العائلة ديالو ودخلوا للدار ومنها بزاف الحوايج اللي واصلين القيمة ديالهم 40,000 دولار أي واحد عادي في عقله يسرق هادشي كيقول خصني نبعد خصني نهرب أبعد.